أهلا بحضراتكم معنا مرة تانية في النور، حيث شرفني وجود سيادة العميد محمد نبيل رئيس تحرير سلسلة العبور وعضو اتحاد كتاب مصر. أهلا بحضرتك فندم. أهلا بحضرتك، كل سنة وكل المصريين بخير. بحضرتك طيب، حضرتك كتبت مقالة عن تزامن رأس السنة الهجرية والإبطية. والإبطية تمام تمام كده، ده من حسن الطالع يعني. أيوة طبعا، دي حاجة كويسة، والحقيقة الرئيس لقط فكرة جميلة فيها وقال لك إن ده فعلا دلالة ورمز على اتحاد المصريين. ده كان ظاهر طبعا في رسالة سيادة الرئيس لكل المصريين طبعا، فالحسن ودليل على الوحدة كمان. طب يعني قول لي احنا مش بنشغل نفسنا كتير لان بقينا مشغولين، بقينا مش فاضيين دلوقتي نقعد نشوف مين بيقول ايه من بره، نشتغل، وبنلاحظ ان كل ما بنشتغل وتصنيفنا بيعلى اقتصاديا وعلى مستوى الطرق، كنا لسه بنتكلم مع الدكتور حسن على مستوى الاقتصاد، على مستوى الصناعة، على مستوى الغاز، على مستوى السياحة. فتبص تلاقي اولا المواطن جوه مصر مشغول في شغله، ثانيا بيفرض، الدولة بتفرض نفسها بقراراتها، مش مستنيه لما حد يعني يقول لك اوعى تقول مش عارف ايه، اوعى تقول مش عارف ايه. لكن طبعا الغرب مازال يدأب على المؤامره وعلى التجريح الدائم. فاخر نموذج عندنا الاخت اللي لسه جايه دي، المفوضيه الساميه لحقوق الانسان دي، والقرار بتاع المحكمه قالت لك ده يفتقر للعداله وده اعدام لعدد كبير من الناس وده وده وده. ايه تقييم حضرتك للبيان المفوضية وللرد بتاع مصر على هذا البيان؟ الأول مساء الخير، وكل سنة وكل المشاهدين بخير طبعا. اسمحوا لي أن أنا بس أعمل ملحوظة جميلة وإيجابية في البرنامج، وهي أن دايما بشوف مع حضرتك أو جنبك علم مصر، ودي دي نقطة إيجابية بتخليني مؤمن أن حضرتك من المهتمين بالقضايا الوطنية فعلا، مش مهتم بالسفسطة والغائية الإعلامية اللي شغالة ممكن في معظم النوافذ الإعلامية الموجودة، سواء كانت الكلاسيكية أو الرقمية. بس دي مش مجاملة، لكن دي حقيقة فعلا. حب الإنسان لعلم بلاده ده حب، ده معناه دي دلالة على حب البلد. بلدنا إن شاء الله علمها هيفضل بإذن الله خفاق في العلا بإذن الله. اللي قصدين إن هو العلم ده يتغير لونه أو يتغير شكله أو يتغير ملامحه أو ما يكونش موجود، أعتقد إن بقى إن إحنا بقى المصريين عندهم خبرة كبيرة، خبرة من 2011، يعني بداية 2011 كده، يناير 2011 لحد النهاردة، إحنا سبتمبر 2018 بنتكلم في 7 سنين، فإحنا عندنا خبرة، فهمنا كويس قوي وقرينا كويس قوي. بيفكرني الحال ده بالحال لما كنا في بدايات حرب الخليج الثانية. إيه؟ بقى كل المصريين حتى نشأت في الفترة دي جرائد مسائية كتير زي الأهرام المسائي على سبيل المثال. إيه؟ يعني لاحتياج المصريين للأخبار باستمرار، ما كانش فيه الفضائيات الموجودة دلوقتي، لكن لوجود الفضائيات ووجود مواقع التواصل ووجود الإعلام الرقمي سهل كتير على المصريين إن هم يتجاوبوا أو يتجاذبوا أطراف الحديث، حتى لو كان في عمق سياسي، حتى لو كانت في نظريات خارجية بتطبق على مصر الآن. يعني كان من المستحيل إن أنت تصدق في 2011 و12 و13 إن إحنا عندنا، إن إحنا بيمارس علينا حرب الجيل الرابع، وفي 2015 و16 حروب الجيل الخامس. مستحيل إن أنت يطرق، يعني لسه ما كانش تم نحت هذا المصطلح في الإعلام المصري في هذا التوقيت، وما كانش يتم تداول. في مقولة قانونية بتقول لك ابحث عن المستفيد تعرف الجاني، تعرف الأبد. فبما إنهم هم اللي اخترعوا لنا الوسائل دي مهما سهلت علينا، فهم مش عبط، هم اخترعوها لمصلحتهم، بيراقبوا كل شخص وبياخدوا معلومات عن كل مكان وبيحاولوا يشوفوا اتجاهات الرأي العام ايه. لكن عايز ادخل في الموضوع على طول واقول انه سيادة السفير ايهاب يوسف مندوب مصر الدائم في الامم المتحدة في جنيف هو اللي قال البيان بيقول انه البيان اللي اصدرته ميتشل باشلي المفوضة الجديدة السامية لحقوق الانسان، إنه هو كله تلميح على نزاهة القضاء المصري طبعا، ومصر ترفض ده جملة وتفصيل. أخد رأيك في الجزئية. طيب حضرتك، إحنا النهاردة ممكن نتكلم مع حضرتك والسادة المشاهدين على نقطتين. النقطة الأولى إن إحنا مش هنتعرض للقضاء المصري وأحكامه، لأن إحنا بننتقد من يتعرضون، فمش هنتعرض للقضاء المصري والأحكام، لأن ده ما جبل عليه المصريون أن يصدقوا قضاءهم. زي ما بيقال كده في جنبات المحاكم، هو عين الحقيقة يعني. طيب النقطة الثانية، احنا بنتكلم على لماذا هم يفعلون مثل هذا الأمر. ليه مفوضية حقوق الإنسان
احدى الهيئات التابعه للامم المتحده، هيئه امميه المفترض انها مركزه قوي مع مصر في هذا التوقيت، وبتحاول تعمل نوع من انواع الالهاء لما يدور في مصر الان من نجاحات اقتصاديه على مستوى الارض حقيقيه وليست النهارده بس كوزير البترول بيتكلم عن ان حقل زهر ضاعف انتاجه 6 مرات منذ افتتاحه في يناير. يناير الماضي. يعني عندك 8 شهور وصلت فيها ل6 أضعاف رقم مهول. لمعدلات كبيرة جدا. طبعا. أنا عايز أقول لحضرتك. 6.6 مليار قدم مكعب في اليوم. أنت لما تشوف حضرتك حجم الحروب اللي بتشن عليك من الخارج، وما عادتش خلاص حروب بارود ولا حروب سلاح، لكنها كلها حروب كلامية تأثير للوجدان والعقل المصري. وصناعة قضايا إعلامية الهدف منها زي حروب فكر وحروب زي ما بيقولوا كده زي ما قال كده يعني جوزيف نيفس في القوى الناعمة، قال إن دي من ضمن استراتيجيات التأثير على الشعوب الإلهاء. هما بيلهونا دلوقتي بيدوا للإعلام المصري، احنا أساتذة الإلهاء طبعا. فاكر زمان لما كان لما قامت ثورة يناير جاب لك صورة الرئيس وهو بيستقبل مش عارف وزير ايه ولا سفير ايه مبارك حاجة مالهاش علاقة خالص، كان مفيش أي حاجة بتحصل. احنا يعني يجوا يتعلموا الإلهاء منين؟ ده احنا يعني اللي بدعنا الملاهي. بيحاول طبعا بيحاول يعني يغض الطرف عن فكرة إن مصر متقدمة اقتصاديا الآن، وإن في بعض المشروعات العملاقة اللي طبعا هتؤتي ثمارها للمواطن البسيط فيما بعد القريب وليس فيما بعد البعيد. فبيحاول طبعا هو لما شاف ان في منجز حقيقي بدا يبقى ملموس على وجه الارض في مصر، سواء كان على مستوى الطاقه، سواء كانت الطاقه زي ما حضرتك اشرت الطاقه البتروليه او الغاز او طاقه الكهرباء او طاقه الرياح، حتى في مصر تم التوجه ليها الان، وشبكه الطرق اللي توصلت ل 5000 كيلو متر اكبر طريق دائري في العالم بعد بكين عاصمه الصين. انت في مصر بتعمل على الرغم انك بتحارب والعالم بيحاربك بالارهاب، وليست نظريه مؤامره وليست يعني نوع من انواع المرض النفسي، ولكن هذا هو الحق. بداوا يقولوا عندنا دلوقتي ان القضاء المصري قضاء مشكك في نزاهته. طيب مفاوضات حقوق الانسان في دورتها 39 اللي منعقده الايام دي في جنيف بسويسرا، انت دلوقتي ما اهتمتيش بما يحدث في اليمن، ما اهتمتيش بما يحدث في سوريا، ما اهتمتيش بما يحدث في ليبيا، ما اهتمتيش بما يحدث في العراق واصول طبعا ومن اليد التي وراء كل هذا. طيب انت مش مهتمه بما يحدث للاجئين على اختلاف جنسياتهم وقوميتهم وديانتهم، اللاجئين اللي رايحين لاوروبا اللي بيتم طردهم على عبر الحدود. خلينا نتفق ان ده ذكاء حتى لو كان شرير طبعا، لان دي ضربه ومخطط بتضرب لك كذا حاجه. هو مخطط اولا فهم. بتقول لكل الدول اللي بتمنحك مساعدات اركن. ثانيا اي اتفاقات اقتصاديه وصناعيه وسياحيه لا، ده دي دوله فيهاش حقوق انسان. يعني انت لو بعت حد من عندك موظف او صاحب استثمار او سائح ممكن يتضرب ما ياخدش حقه لانه هو مفيش حقوق انسان. ثلاثه بتلهي الشعب الداخلي وكان في كارثه كبيره حاصله والدوله مش همها وحاجه من اسمها. اربعه الحمايه بقى، وهي الاساس الحمايه بقى بتاعت الاخوان اللي هي الكفر الفرخم وكشك بقى بالظبط كده لان هم اللي بينفذوا لهم على الارض افساد الوطن بالظبط. هم مش عايزين الصخره دي، هم عايزينها تتفتت كما يطلق على مصر الصخره في يعني ادبياتهم الامنيه او الجائزه الكبرى في ادبيات الكيان المختلق في الوطن العربي. فانت عايز حضرتك ان هذا الوطن ينمو ويتقدم ويزدهر بهذه الخطوات او الوثبات السريعه جدا وهم يسيبونا؟ مش هيحصل. احنا بنتكلم بمنتهى الصراحه، وزي ما انا اتعودت في البرنامج بتاع حضرتك نكون صراحه مع الساده المشاهدين، نحترم عقول الاخرين. ما يحدث الان ما لا يزيد من وجهه نظري ككاتب وكاحد المحللين المشهد عن نوع من انواع الحرب تجاه الحرب النفسية تجاه الشعب المصري، اختلاق أزمة واختلاق مشكلة رقم واحد. 2 إلهاء الشعب عن منجزاته الحقيقية اللي بتحقق الأرض. 3 هو بيعمل حاجة نوع من أنواع التدرج لقبول شيء ما. هو بيهيئ الرأي العام طبعا لفرض نوع من أنواع الحوار حتى نبتدي نتجاذب الحوار في منطقة معينة. ما هم الدول الأوروبية هم ما بينسوش طبعا برضه ده من شطارتهم. هو عنده أجندة، نفسي نتعلم. هو عنده أجندة، احنا بنزهق. يعني مثلا دلوقتي الدكتور حسن كان بيتكلم عن قد ايه مصر كانت متقدمه في نقل البضائع في الخمسينات، بعد كده حصل اهمال ما بقاش عندنا خالص. طيب دلوقتي هو يقول لك لا مصر ما جاتش المره دي، هيجي. افضل اقلب الراي العام، افضل اتكلم عن حقوق الانسان، افضل ابث اشاعات، خليهم يلفوا حوالين نفسهم. حضرتك سالتني ايه رايك في ما قالته ميتشل. ما قالته ميتشل لا يزيد رايي فيه
عن رأي الدولة، مش لأن هو ده الرأي المقدس، لا، لأن هو ده الرأي الحقيقي. ما صدر عن ميتشل بيان المفوضية لحقوق الإنسان هو تجاوز في حق القضاء المصري، يجب أن يرد عليه. أنا أرى كرجل إعلام وككاتب أن على الجهات أو قادة الرأي والنخبة المثقفة في مصر ألا تقف مكتوفة الأيد وألا تقف ساكتة اللسان. لازم الكيانات المدنية في مصر زي مثلا نادي القضاء، مستشار محمد عبد المحسن، هذا المستشار الجليل، طلع بيان كويس جدا من نادي القضاء، قال فيه كده نصا إن بيان المفوضية مساس بضمانات الاستقلال القضاء المصري. صحيح. وده مخالف لمواثيق والأعراف الدولية التي تم الاتفاق بين الدول عليها خالص. في إنشاء وزارة الخارجية قالت كده، مش شغلتك أصلا. أنا حضرتك لن أخرج في رأيي عن رأي وزارة الخارجية وبيان سفير مصر الدائم في الأمم المتحدة، لأنهم الحمد لله يعني قالوا اللي جوه المصريين بحق. وده اللي أنا قصدته في البداية لما قلت لحياتك كل ما تشتغل وتبقى قوي تفضل تقول رأيك وتفرض كمان مواقفك. ده حقيقي. البنود الستة اللي قالها سفير مصر في الدائم في الأمم المتحدة للمفوضية ميتشل، هو قال لها خليكي في اللي انت فيه، ما تبقيش مسؤولة عن ما لا تعلميه، فكري كويس وذكري كويس انت ناوية تقولي ايه، ما تدخليش في القضاء المصري وانت مش عارفة ان القضاء المصري لا ينضم تاريخه ايه اصلا قضاء. طبعا لا، واحنا يعني حضرتك كقضاء مصري برضو للسادة المشاهدين لم ننضم تحت ما دعي إليه بإلغاء قانون أو إلغاء عقوبة الإعدام في القانون المصري طبعا. لأن دوت كان إجراء اختياري صدقت عليه أو وافقت عليه، والهيئة الأمم المتحدة بعد منظمة العفو لما عرضت هذا الأمر مصر لم توافق على الانضمام لهذا القرار، وكان هو الموافقة أو الرفض كان اختياري للدول الأعضاء. فمصر و60% من دول العالم لم تطبق هذا الأمر، أدي رقم واحد. أمريكا نفسها رقم اتنين، عندك أكبر دول العالم فيها ولايات مساحة بتطبق الإعدام وفيها ولايات لا. يا فندم أنا أقول لحضرتك أكبر دول العالم مساحة وعدد سكان، الصين، الهند، الاتحاد السوفيتي، أمريكا، أندونيسيا، لا يطبق فيها بالفعل عقوبة الإعدام للأحكام الجنائية أو للعقوبات الجنائية. شوف حضرتك أوروبا البند الثاني من تأسيس الاتحاد الأوروبي، المواد الأساسية لحقوق الإنسان هناك قالت شرط إلغاء بند الإعدام لدخول في حظيرة الاتحاد الأوروبي، إحنا لسنا أعضاء في الاتحاد الأوروبي. الثقافة عندنا في مصر وفي الشرق، خلينا نتكلم عن مصر، الثقافة عندنا بتستمد أصولها ضمن ما تستمد طبعا زي ما قال أستاذنا العظيم ميلاد حنا من الأعمدة السبعة، وأحد الأعمدة السبعة دي كان العمود المسيحي والثم الثاني العمود الإسلامي. العمود المسيحي والعمود الإسلامي، طبعا السيد المسيح قال في إنجيل متى من أخذ بالسيف يهلك بالسيف أو بالسيف يهلك. خدت بال حضرتك؟ هذا هو الأثر الثقافي من المسيحية، والأثر الثقافي من الإسلامية، من الديانة الإسلامية بيقول إيه؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إحنا المصريين مهتمين جدا بالقصاص، واحنا عندنا مساله الصقر. ويمكن الموضوع ما كانش مناقشه عقوبه الاعدام في حد ذاتها هي قد ما هي كانت مناقشه ان هذه الاحكام تفتقر الى العداله من لا. وجهه نظر تعالى بقى نبين لها حضرتك كصوت من نافذه من نوافذ المصريين على الخارج، وكثير من المصريين اهلينا بيتفرجوا علينا دلوقتي خارج حدود القطر المصري. لا، اولا لم تجري القضيه عند قاضي غير طبيعي، لكنه القاضي العادي، ولو انه كان حقنا المستشار، يعني كان في مطالبات بقضاء ثوري تمام، وانه يبقى فيه سرعه في الانجاز وعلى الرغم والخلاص من كل دول مره واحده، رغم ان بعد النظر للسياسه المصريه اجرى القضاء في هذا في مجراه الطبيعي، اولا امام قاضيه الطبيعي، اثنين تم التداول او التقاضي باجراءات تتفق مع قانون العقوبات المصري وقانون الاجراءات، ثلاثة للاحكام اللي صدرت ضد 75 من اعضاء الجماعه الارهابيه بالاعدام، بعض الكثير منهم أحكام غيابية لهم الحق بمجرد الظهور إسقاط هذا الحكم وإعادة محاكمته من أول وجديد. رقم أربعة، إن جميع من تم الحكم عليهم وتشير إليه المفوضية لهم الحق في الدرجة الثانية في النقد أو الطعن في الحكم، حتى وإن لم يقم المدعى عليه بالطعن في الحكم أمام محكمة النقد، من حق النيابة العامة إنها تطعن في هذا الأمر قبل انقضاء المدة المفترضة. في حاجة بتشغلني عايز أسأل حضرتك فيها. اتفضل يا فندم. احنا لما قدمنا
ضد القرار الأمريكي بنقل السفارة للقدس. تمام. ما قدمنا مشروع قرار واتعمل عليه فيتو فما تناقش في مجلس الأمن، تناقش في الأمم المتحدة، مش عارف 176 دولة ولا إيه أيدته. تمام. إزاي لهذه الأمم المتحدة اللي هي أحيانا بتبين إنها بجد بتفهم يعني حقوق إنسان، تستمر هذه اللعبة حتى بعد ما بيصرح الجانب الأمريكي بأننا مش هنمول مؤسسة عشان الدول بتاعتها تطلع تقول لنا لأ؟ يعني احنا في عصر دلوقتي حصل ان هو ترامب اعلن انه مش هيمول أونروا عشان خاطر بالدعم الفلسطينيين، وهو مش وهو شال ايده عن دعم الفلسطين ماديا ودعم اليونسكو سياسياً. ودعم الامم المتحده نفسها قلله خالص. تمام. فهل يظل برضو هذا الصوت اللي ممكن يكون مغازله، اعاده مغازله لامريكا عشان ترجع الفلوس تاني، ولا ايه؟ ايه تقييمك لده؟ طيب، هو بص، شوف حضرتك، احنا نتفق زي ما حضرتك قلت في البدايه، ابحث عن السبب تعلم الجاني. أيوة. احنا لما نشوف دلوقتي النيل والاعتداء على القضاء المصري، ليس المقصود به القضاء المصري وفقط. أيوة. لكنها الطلقة الأبعد، والطلقة الأبعد تصيب الاقتصاد المصري وتصيب الدبلوماسية المصرية زي ما حضرتك أشرت. إنما من يتعامل أو من يخطط، كما اعتاد المصريون أن يكتشفوا، من يخطط وراء هدم هذه الدولة، من يخطط لتحويل هذه الدولة من الدولة الراسخة القوية الثابتة إلى الدولة السائلة أو يعني الفاشلة، حاشا لله يعني، من يخطط لذلك؟ لما حضرتك دلوقتي تقول إن في كتير من الممارسات من المجتمع الغربي، من بعض دول المجتمع الغربي وضد مصر، وطبعا لما نيجي نشير لهذا البيان، ده نوع من انواع الحرب الكلاميه ما بيننا وما بينهم، ويجب ان احنا زي ما قلت لحضرتك في البدايه، لازم ان احنا اولا هيئه الاستعلامات تجهز بيانات، طبعا تجهز بيانات عن اسلوب التقاضي في مصر، وان مصر لم يلغى فيها قانون عقوبه الاعدام، اتنين عن ان باللغات المختلفه شموخ القضاء المصري بقى وتاريخه بقى، وفي نفس الوقت تاريخ الجماعه دي اللي هم بيدافعوا، وما اسهل ان في افلام كتيره تم انتاجها من القوات المسلحه ومن الجهات الوطنيه في مصر، زي ما كنا هنبقى كده يعني، في افلام كتيره جدا اللي ممكن نترجمها اللغات ونبعتها للدول، وبشكل او باخر يتم شراء مساحات إعلانية. ده الرد الإيجابي بقى طبعا. طب في نقطة تانية، لأن ما فضلش غير دقيقتين، عايز برضو أطرحها مع حضرتك. فضل القراءة اللي هم قدموها في التقرير للقانون اللي سموه قانون كبار الضباط. تمام. إيه رأيك في هو طبعا القراءة دي؟ طبعا زي ما أشار إليه السيد النائب المبجل كمال عامر رئيس لجنة الأمن القومي في المجلس النواب، وعلاء عابد والسيد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، أشاروا إن النقطة اللي حضرتك بتتكلم فيها دي تدخل سافر في الشأن المصري وليس فقط في ماذا كانت القراءة المغلوطة القراءة المغلوطة. هم بيتقدموا بأن ده نوع من أنواع التحصين لكبار قادة القوات المسلحة، ولكنه مصر دولة دستور ودولة مؤسسات ودولة قانون. جميع من في مصر، وشفنا الشفافية بتخلي وزير ومحافظ جوه السجن أمام الرأي العام، جميع من في مصر، هذا الكلام ليس الاستهلاك ولكنه كلام حقيقي، يخضع لأحكام القانون والدستور وتحت مظلة الدستور. طيب أنا هسألك، هو القانون ده عمل إيه لكبار الضباط القوات المسلحة في هذا التوقيت؟ هو قال نظم إجراءات التقاضي أو التحقيق مع هؤلاء الضباط، نظم إجراءات ولم يعفيهم عن المسألة، ولكنه نظم هذه الإجراءات كما نظم قانون محاكمة أو التحقيق مع الصحفيين، نقابة الصحفيين، والتحقيق مع أعضاء هيئة القضاء باستئذان المجلس الأعلى للقضاء، أيضا استئذان المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس النواب، وهكذا التحقيق مع أعضاء المجلس النيابي لما ترفع الحصان بالضبط باستئذان رئيس مجلس النواب. إذن نظم إجراءات التقاضي مع كبار قادة القوات المسلحة، وهذا الأمر ليس بجديد بالمناسبة يعني. هذا الأمر حدث لأبطال أكتوبر 73. لكن عايز أسأل حياتك سؤال، مع أن المفروض أن أنا خلصت، يعني هي تغاضت عن تهديد ترامب المباشر لقضاة محكمة العدل الدولية بأن إذا حد فيكم فكر يحقق في البلاغات المقدمة ضد جنود أمريكيين بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان، الفلوس هتتصادر والمحاكم الأمريكية هتلاحقه، ولو دخل أمريكا يتمنع من دخول أمريكا، ولو دخل بغير شرعي يتقبض عليه. ده بالنسبة لها ملوش علاقة بحقوق الإنسان. أنا أجد إن في إعلان حضرتك دلوقتي عن موقفها تجاه ما صدر من ترامب بتهديد صريح
لإحدى المنظمات الأممية التابعة للأمم المتحدة، ليس بإدارة السياسة في شيء، ولكنها نوع من أنواع البلطجة وفرض السطوة والقوة على القرار الأممي، ويعني مش واخدة بالها القرار الأمم العالمي. بداية غير موفقة إنها تتغاضى وتغض الطرف عن قرارات ترامب، وأنها تهين أو تنال من القضاء المصري في دورتها 39. أنا أدعو جميع كيانات المجتمع المدني إلى التكاتف، ليس فقط حماية للقضاء المصري، ولكن وقف وصد وتشكيل درع واقي أمام الهجمات المتتالية لحروب الجيل الخامس التي تشنها كثير من الجهات المعلنة وغير المعلنة على الجهات المصرية، نقابة الصحفيين، هيئة الاستعلامات، المثقفين، الكتاب، كتاب المقالات، على البرامج الحوارية، إنها تفرج إن شاء الله يعني حلم بعيد. أصحاب الأعمال الفنية، بس حلم بعيد يعني شوي. بشكرك سيادة العميد. شكرا يا فندم. شكرا حضرتك. جزيلا سيادة العميد محمد نبيل، عضو اتحاد كتاب مصر. بشكركم مشاهدينا، وإن شاء الله نشوف حضراتكم على خير يوم الحد اللي جاي في النور. الحقيقة تبان.